أسبوع حافل بالأعمال الخيرية الكويتية تأتي من منطلق إنساني يهدف إلى تخفيف العبء عن المحتاجين والمعوزين ومد يد العون لهم. نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي. أسبوع حافل بالأعمال الخيرية الكويتية تأتي من منطلق إنساني يهدف إلى تخفيف العبء عن المحتاجين والمعوزين ومد يد العون لهم في مختلف أنحاء العالم. الأسبوع الماضي شهد نشاطاً مكثفاً من هيئات ومؤسسات كويتية مختلفة قدمت خلاله مساعدات تنوعت ما بين التعليمية والغذائية والصحية والمالية والعينية في مدينة كليس جنوب تركيا. افتتحت قرية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإيواء اللاجئين السوريين. وفي العراق وزعت دولة الكويت في أربيل أطنانا من المواد الغذائية الأساسية على العديد من الأسر النازحة في مدينة الموصل. وامتدادا للعطاء الإنساني قامت حملة الكويت إلى جانبكم بتوزيع مساعدات إيواء بمحافظات يمنية على الأسر النازحة، كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حملة تبرعات لمساعدة نحو 14 مليون يمني تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الأخيرة في بلادهم. وحول المساعدات المقدمة للنازحين السوريين أطلقت جمعية الرحمة العالمية المستوصف المتنقل الثاني لعلاج النازحين السوريين في محافظة حلب السورية ضمن مشروعات مليونية أهل الكويت. الصومال كذلك كان لها نصيب من المساعدات الإنسانية، حيث سير فريق الشفاء الطبي التطوعي الكويتي قافلة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القرى المنكوبة بالمجاعة بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية. وبذلك تعد الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعباً.